هلو كي جي وان، النهاردة معدنا مع الميس في الفصل الدراسي الأول. يلا بينا، هناخد النهاردة نمبر وان. هناخد ايه؟ نمبر وان. يلا بينا كده، شايفين نمبر وان؟ اه يا ميس، بيعملنا باي باي. طيب يلا، كام حمامة في القفص؟ وان وان. يلا نعد كده، وان. اه يا ميس، ده طالع على ايده وان. في سمكة واحدة وان. How to write one؟ ازاي هنكتب مع بعض number one؟ يلا بينا نشوف كده one بيتكتب ازاي. شايفين كده حلوين، بنعمل ايه؟ قصة صغننة، ايه، خط مايل، وبعدين ايه، ننزله كده straight line، خط واقف على طول. يلا كده نشوف بيتكتب ازاي، هي بيتكتب ازاي. يلا حلوين، حتة صغيرة كده يا ميس، وبعدين ننزل واقف كده على طول زي ما حضرتك قلتي. يلا بينا كمان مرة. ايه، شرطة نايمة، وبعدين ايه، خط واقف كده بالمنظر ده. عرفنا ازاي حلوين بيكتب نمبر 1؟ اه يا ميس، عرفنا ازاي. طب نمبر لاين، خط الاعداد، احنا قلنا خط الاعداد بيبدا من اليسار الى اليمين. اليمين، يلا بينا كده. بصوا، احنا اخدنا المره اللي فاتت 0، اخدنا ايه مع بعض يا حلوين؟ 0. طب النهارده معانا ايه؟ مع 1. برافو عليكم. يلا بينا بقى كده نشوف ال1 هنعمل فيه ايه. هنلف ايه ضيق حواليه بالمنظر دوت كده. ننزل كده نلف ايه حواليه ده كده، نمبر ايه، 1 على خط الاعداد. يلا نشوف هو هيعملها ازاي معانا. 1، وبصوا لف عليها ازاي. 1 نمبر ايه ده، نمبر 1. ماتش يعني سيل، ماتش يعني ايه حلوين. سيل. طب يلا بينا كده نشوف هنوصل ازاي. 1 ده كام ده؟ نمبر 1. نمبر ايه؟ نمبر 1. شايفين عندي هنا في الصندوق في ايه؟ 1 كيت، قطه واحده. One. اه طيب، هنوصل الكيت ولا نوصل القفص ده؟ في حاجه؟ لا مفيش حاجه يعني ايه، خدناه المره Zero. اللي فاتت. طب يلا بينا نوصل الكيت بنمبر 1. شاطرين حبايبي الحلوين، برافو عليكم. كومبليت، اكمل. كومبليت، اكمل. طب يلا بينا كده نشوف بقى سؤال المتفوقين بتاعنا. ماشي، وهستنى اجاباتكم في الايه، في الفيديو هتبعتوا لي بالظبط كده. شاطرين حلوين، ادي الدولة بتاعتنا، جرى وراها مين؟ ابنها زيرو. بعد زيرو انتوا هتجاوبوا، انا سامعه حبايبي الحلوين في البيت عارفين الاجابه. هنكتب الاجابه في التعليقات، مستنيين اجاباتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جود باي كي جي 1.